نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. تجوید میں ہمارا لیسن ہے لیسن نمبر 188 سورۃ الفرقان آیت نمبر 51 سے شروع ہوگا 62 تک انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا أجاج هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ولا
كان الكافر على ربه ظهيرا وكان الكافر على ربه ظهيرا وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا أسألكم عليه من أجر إلا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وإذا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وزادهم نفورا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن
شكورا أو أراد شكورا. شكوني شو شین کے اوپر پیش, اس کو معروف پڑھیں گے. اس آیت کو دوبارہ سے پڑھیے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ ٹھیک ہے جی, الحمدللہ یہ لیسن یہاں مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.